هل للخطيب أن يتشهد بصيغة الجمع فيقول نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفي المستمع أن يؤمن؟ عفى الله عنك. نعم. أما الأول الأحسن أن يتشهد بالوارد، والوارد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. في خطبة الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. فجعل الضمائر الأولى بصيغة الجمع والثانية بصيغة الإفراد. قال العلماء ووجهه أن الشهادة بالتوحيد الأنسب أن يكون الفعل أيضا موحدا حتى تكون الصيغة والمعنى متفقين، لكن لو قال نشهد فلا أرى في هذا بأسا، بل يرشد إرشاد ويوجه فيقال الأفضل أن تقول أشهد. الفقرة الثانية من السؤال، صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لو سمعنا شخصا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا آمين كفى، لأن هذا الشخص الذي قال صلى الله عليه وسلم إنما يدعو بالصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام، كما لو قال اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين مثلا قلنا آمين يكفى، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.